بسم الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال ومراسمة قدومي بحقيقة يقوم كذيو ما لطبال بوضحينا كتير أما إلي دائما الدولة مركب واحد إدي أرسل بجري أورتر هالي هذا عدان هذا الكتب قتب كبسي وشنطة غيره والله يغبت وحال ليه هيكو حنباليو 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 مدى اللبات وحال ليه هاي تاريخ دي حاج ديرنا دمي مركا دردارة غير اكوبر يعني وجه انه حبناها تاغير ياشا هوالينكا يقودان قرر كميرو جوابا وحاوية كو عزي يا شرف تان دور انه الهي قعانتي سي كجرتا ميركا لهدان كان دور انه رقاتكم بس كفوينينا وكو قانا وانه انا هكاك انه حريركا عن ربك ان لله مدى اللبات سان مناسبة بضان كشيغي أما ملحك لك شيكتي برارو هي هلقن واكل اللبو برارو وحال إذا داد وحدوني أو واحد نفسان لكن أولي قاعدين هر أي سي أرور نماء برنامج شل الدجيي كوبك سلام دانهول وحان كاكو من بودان هر كدب أرور كانوا رمبا سوشينا برارو إيو هل قد إسلاحي هلا يا كجرة وعلى هذه قلبي كعنصر إنا إنو قايم نور لغنو وإنو إدوان إنا غلو وطو إنا كل شغي إنو هب هل قنا هل قنا كحب كان نبطو وامد كهاد دار مودلي إن اسمه بزيلي إنو يهي توبيا هاي إنا قارزين دونا كامل نالينتا وجدت لي قوت يا بلادي امتا اورك الله اساس بعد ترى صار شو الهي سبحانه وتعالى ولا ريال اورك ابك نبدا ونوع صبته ودين وعصب برشاو با رغلود با انا انو سو ديارنا كلي غدون ايو حب انتم انا صوت يا رنو انا بران لو حبك نبت قال كده وحب ادك وكادك حبكي هو ايسا بالايا وقار كده يدان حبك تقال قال كده قال كده حبك هو ايسا وكادك بجرا كنبتا كا وها مناسبه درته ان الله ان حبك برانو كو وها نبت وهل جب قيمها بدن إلى ذي وحكم ذا أنا نعيس أنا وقتي فرصة أي لا شو يعني رجعي تاني سبعة يكهر مصوري سبعة حاجة على شعبة فدي ماشى وماشى أنت عن أستان هلاو صابي حاجة أو أستان أنت عن تاني ما أردو دلي أردا إيران ما أنت وهو تاني يعني علامة وياي سبوت كيات كيس يا أمتنا يا إلهي هاي كدور إيش هالك كيد أمتنا وندلا نبتا برانو كم سيرو برانا وسؤال وأنا كنت أبغى برانا هالك سعر الأر وحوي ودياري برنامج علم يا يمنهج تربوي أو جيلش أساس الله يقوى هالك كهذا كصابير يقوى يا هاري أنت اللي سكحيله وصل مرنا إيمان الوحل إلى جريشن الجاب فرق يقول حاجة ده وما يرى لوك على لوك تاريخ ده إني رايح للرسالة هاي كم حببك وحقبت ونيهين حبب مر والبلاو عرنا يوم والله كان قاضي ظروفها هي مستجدات وحيا لها كسر أسمع ساحة هالج الله إتان إتان إلى هذا لأن يرى وحان نسوي جدني إتان غر أذكنا وحدي لا وحان فريا وحدي وحكا وصنايا إنا بردان دستور كإثيوبيا يحقوق ذا قوية ذا سومالي ذا كل هذا إيوه دستور كديجان كيحقوق ذا قوادي كسومالي الدولة ديجان كسومالية أولياء إنه إتو برتو كرك كعف ذا لباي هدي عندهن هلكن نواه حقوق ذا إنا سفي يعنون غانو
labo marxaladan hadda la joogo ee dagaaladu ka socdaan dalkeenna waqooyiga waxaa loo baahan yahay marka aragtida ururka oo uu sheegi doono gudoomiyuhu iyo barnaamijka loo dejiyey ee aan ku qotono danteenna oo kooban nuxur waxaa weye nuxurkiisu dagaal iyo qori oona lef ma aaminsanayn waxa lagu gaari kara annaga waxaan aaminsannahay hab wada hadala wada xaajooda nabad ah in lagu gaari karo danaha dadka isku murugsan ee dagaalada iyo colaadu isla markaana in la qabto shirweyne laba shirweyne shirweyne innaga waxaan leenahay oo soomaaliyeed shirweyne soomaaliyeed oo dadka deegaanka soomaalidu ay kaga wada tashanayaan axsaabtooda siyaasiga oo dhan xukuumadooda iyo maamulkooda ay haystaan iyo xisbiga onlf oo ka mid ah wuxuu ku baaqayaa inaan qabanno shirweynahaas baan kaga tashanaynaa ayahen dowladda deegaanka soomaalida iyo xisbiga hadda talada haya waxaan u aragnaa inay yihiin wiilasheedii oo xukun haya iyagu waxay naga mudayeen taageero iyaguna waxaa saaran xilka ah inay ummadda waddada toobiyaha ah ee lagu gaadhiyo himiladoodii inay ka shaqeeyaan sidaa weye marka isku soo duudu waxaan sidoo kale jecel lahay in la qabto oo dadka qowmiyadaha itoobiya oo dhan ay qabsadaan shir weyne kale oo laga tashanayo maxaa keena dagaalada colaadaha aan dhammaanaynin ee soo noo noqonaya maxaa xal ah in laga wada tasho oo halka ay ku timaado dowlad itoobiya oo dadku leeyihiin ma aha xukaam ama dad madaxa oo dadka leh maa hadday day jirta taas ama qowmiyad yar ay ku amar ku taalanayso dagaalka iyo colaadu uu soo baxay arrimahaas baan ku baraarujinayaa xubnaha waxaan leenahay tacliimaadka iyo tilmaamaha madaxda uu siiso sida yihiin aanu fulino hadaan doonayno inaan durba ka madhi dhalno hadafkeenna guud iyo himiladeenna wamaa tawfiiq ilaa billaah walxamdu lilaah walaa xawla walaa quwata ilaa billaah